السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. بمراكش تأكيد متجدد على الالتزام القوي للمغرب للنهوض بأوضاع الطفولة واستحضار لمكانة الأطفال في النموذج التنموي الجديد. سجل ماسا والبعض الإفريقي للمغرب عبر التاريخ محور أشغال الدورة 24 لجامعة مولاي علي الشريف التي انطلقت بالرصد. عناصر فرقة الشرطة القضائية بطنطان مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخل تتمكن أمس من توقيف 5 أشخاص يشتبه في ارتباطه بشبكة تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات. معرض الفلاحة والموارد الحيوانية بأبيجان اهتمام خاص بالمغرب وبالقطاع الفلاحي. المغرب يشارك في هذه التظاهرة للسنة الثالثة على التوالي. أهلا بكم. نستهل النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. رسالة خطية من جلالة الملك نصره الله إلى رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، سلمها له اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. رسالة تهم تعزيز التعاون بين البلدين والرغبة في إحداث قفزة نوعية في الشراكة بين المغرب ومصر في أبعادها الإنسانية السياسية والتنموية. ونبقى في مصر، حيث مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في فعاليات الدورة 4 لمنتدى الاستثمار إفريقيا 2019. المنتدى عرف حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وفاعلين في مجال ريادة الأعمال ومستثمرين وممثلي المجتمع المدني من عدة دول بإفريقيا والعالم. إلى مراكش، حيث تتواصل فعاليات المؤتمر الوطني لحقوق الطفل ضمن أشغاله يوم مؤسساتي عنوانه الطفل في قلب النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. إيمان سلاوي وعثمان التازي. الأطفال ثروة الوطن، خزان الأمل. الارتقاء بالطفولة وتعزيزها كأولوية وطنية على المستويات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وجعل الطفل في قلب النموذج التنموي الجديد هدف من أهداف التنمية المستدامة. هذا اليوم الوطني في الاحتفال به غادي تكون مجموعه ديال الورشات، وغادي نناقشوا اشنو حققنا، اشنو هي الايجابيات اللي كاينه، اشنو درنا للطفل، لا قانونيا ولا تنظيميا ولا من حيث البرامج العمليه والدعم، من حيث الصحه، من حيث التعليم، من حيث المشاركه، وشنو هي الخصاصات اللي كاينه باش نخدموا من خلال برامج جديده باش نتجاوزوا هذيك الخصاصات وباش نعالجوها. على مستوى التشريع كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين هذه الحقوق وإلى تقوية هذه الحقوق وإلى فتح أوراق جديدة نعتبرها من صميم ما يجب أن نقوم به. دستور سنة 2011 حظي من خلاله الطفل بعناية متميزة وكرس حق حمايته كحق دستوري. عدة برامج حكومية وسياسات عمومية انخرط من خلالها المغرب بشكل فعال في النهوض بحقوق الأطفال. نهنئ المغرب على مجهوداته المميزة في مجال حقوق الطفل، وفي نفس الوقت سنحرص على الانكباب على ما تبقى علينا فعله لكي يحظى جميع الأطفال بحقوقهم. بلادنا كانت عنده الشجاعة والإرادة أنه يقيم كل إنجازات مجال الطفولة وكذلك التحديات الراهنة. والهدف الثاني من هذه الأشغال وهذه الجلسات الموضوعاتية ماشي غير تحليل ومناقشة إشكاليات الأطفال، بل تبني أدوات تدبيرية جديدة وكذلك التزامات وتوصيات مشتركة وعملية، وأخيرا تغيير الرؤية والنظرية للطفولة اللي كانت عاملة منحصرة للبعد الاجتماعي. إشراك الأطفال هو مدخل مهم لمعالجة إشكالات الطفولة ومعيار مهم لتجاوز عدة تحديات.
الحكومه جات بواحد المخطط داك لو بلان ناسيونال بور لانفونس والبلان ناسيونال اكزيكوتيف كل مزيانين، ولكن خص موارد اكثر ترصد لهم، وخص اكثر من ذلك يكون واحد نمشيو للجهات. حاولت ان اعرض اهم متطلبات الطفوله واحتياجاتها وهمومهم، كما عرضت اهم تطلعات الاطفال المغاربه، لان الطفوله في النهايه هي اولويه فعلا، ويجب اعتماد مقاربه تشاركيه يكون فيها الطفل جزءا فاعلا من اتخاذ القرارات التي تهمه. بعد 30 سنة من إقرار المنتظم الدولي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، شهد العالم عدة تغيرات كالتغيرات المناخية، الهجرات الجماعية للأطفال، تحديات رقمية وإلكترونية، وتنامي ظواهر للعنف. ويبقى هذا المؤتمر محطة سنوية لتقييم المنجزات واستشراف المستقبل بعيون الأطفال وعيون المسؤولين. كانت معكم للقناة الأولى إيمان سلاوي وعثمان تازي. أعطيت اليوم بأكادير الانطلاقة الرسمية للتغطية الاجتماعية الإجبارية لمهنة العدول، والتي سيستفيد من خدماتها الصحية والاجتماعية 3000 من العدول على الصعيد الوطني. حجب التامك ونور الدين صابر. ورش وطني هام له أهمية كبيرة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة، كما شكل هذا اللقاء فرصة لتقديم برامج دعم الشباب في مجال العدل. هو غادي يمكن باش النفقات الصحيه ديال الناس اللي مرض كيتحملهم صندوق الضمان الاجتماعي انطلاقا من هذا النظام التضامني اللي هو التغطيه الصحيه الاجباريه، وايضا الى وصلوا سن التقاعد غادي يكون عندهم تقاعد على حسب السن اللي انخرطوا فيه. الانخراط في برامج دعم تشغيل الشباب، بحيث ان الحكومه اطلقت منذ سنوات مجموعه من البرامج تدعم فيها تشغيل الشباب، ونريد من الساده العدول ان ينخرطوا في هذا المشروع عمليا ليستفيدوا منه من جهه بناء على الدعم الذي يقدمه الدولة. وستشمل هذه التغطية الاجتماعية كافة المنخرطين في الهيئة الوطنية للعدول من خلال الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام التقاعد. التغطية الاجتماعية الإجبارية اللي هو موضوع مهم جدا، وغادي يضيف واحد بصمة للأمام إن شاء الله، وكنشكروا هذه المبادرة الطيبة للمجلس الجهوي لاستنافية أكادير. وسيستفيد من خدمات هذه التغطية الاجتماعية الإجبارية على الصعيد الوطني 3000 عدل موزعين على 21 مجلسا جهويا للعدول المنضوية تحت لواء الهيئة الوطنية للعدول. عبر عدد من مناطق المملكة تتواصل اجتماعات لجان اليقظة والتتبع، ومهمتها اتخاذ التدابير الاستباقية للتصدي لآثار موجة البرد والتساقطات الثلجية. النموذج من إقليم شتوكا أيتبها في ريبورتاج حيجب التامك ونور الدين صابر. إقليم شتوكا أيتباها من المناطق الجبلية التي تعرف انخفاضا في درجات الحرارة وتساقطات ثلجية خلال هذه الفترة، ومن أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستباقية نظمت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع اجتماعا لاستعراض المخطط الإقليمي للتخفيف من حدة الآثار السلبية لموجة البرد. مناسبة لاستعراض مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم إطلاقها خصوصا على مستوى خلق لجنة القيادة على المستوى الإقليمي واللجان والخلايا المحلية للتتبع على مستوى هذه المناطق المتضررة، بالإضافة إلى تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية. الاهتمام بالجانب الصحي للساكنة المتضررة من موجة البرد، خاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن، وضمان التحاق التلاميذ في ظروف جيدة، إلى جانب الخدمات المتعلقة بفك العزلة على مستوى عدد من المحاور الطرقية من أولويات هذا المخطط الاستباقي.
هذه السنة عبأنا جميع الموارد البشرية والموارد اللوجستيكية باش ندخلوا في هذا الإطار مجموعة ديال التدخلات، منها الوحدة الطبية المتنقلة اللي مبرمجين حوالي 84 زيارة اللي غتم 3 الجماعات في المنطقة الجبلية ديال شتوكا إتباها. كاين عندنا 7 الجماعات اللي هي مهددة بالتساقطات الثلجية، اللي هي ذوك المناطق اللي فيها 18 وحدة مدرسية. هاد 18 وحدة مدرسية اللي شفنا أنه في حالة إلا كانت تساقطات وقطعت ذوك المسالك، أشنا هي البديل ديال هاد الوليدات باش يمكن يكونوا في وضعية عادية. صيانة الاعتيادية للشبكة الطرقية المعنية وتقوية التشوير الطرقي. نقوم كذلك باقتناء كل المواد الضرورية من محروقات ملح على مدى التشوير الطرقي المؤقت. نقوم كذلك بتنظيم فرق ديال التدخل وتحديد برنامج تموضع الآليات على مستوى الشبكة الطرقية المعنية. ومن المناطق الجبلية المعنية من موجة البرد بإقليم شتوكا إتباها جماعات تنالت أو جنز وإيضو جنيديف. رياح وأمطار قوية من المستوى البرتقالي يرتقب أن تهم عددا من أقاليم المملكة اليوم وغدا، وستهم على الخصوص شمال المملكة. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع أيضا في نشرة خاصة هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 95 كيلومتر في الساعة بالأقاليم الشمالية والريف والأطلس المتوسط والشرق. جامعة مولي علي شريف بالرصاني تفتتح اليوم دورتها 24، وعنوانها سجل ماسا والبعد الإفريقي للمغرب عبر التاريخ. أشغال الجلسة الافتتاحية نتابعها مع خديجة زروال وعدنا الهراس. مدينة سجل ماسا شكلت على مدى التاريخ ملتقى للحضارات والتلاقح الثقافي، فهي ثاني مدينة إسلامية تشيد بعد القيروان وعاصمة أول دولة مغربية مستقلة عن الخلافة بالمشرق. فالمدينة التي تأسست سنة 757 ميلادية لعبت أدوارا محورية في صنع التاريخ. من هذا المنطلق حرصت الدورة 24 لجامعة مولي علي شريف على أن تكون سجل ماسا محور أشغال هذه الدورة بجوانبها الاقتصادية السياسية الثقافية والدينية وبعدها الإفريقي. بناء على تعليمات الملكية السامية للحفاظ على التراث المغربي والعناية به، والذي يعد جزءا هاما من رأس المال المادي للمملكة المغربية، قامت اللجنة العلمية لجامعة مولاي علي شريف بتخصيص الدورة 24 لجامعة مولاي علي شريف لمدينة سجل ماسا وتاريخها. هذه الجامعة تتدارس يعني تاريخ المملكة المغربية، ولكن كذلك تختار مواضيع في تناغم تام مع التحولات والتطورات التي تحصل في العالم، باعتبارها حاضرة للربط ليس فقط بين مناطق المملكة الشريفة، وإنما بين المملكة المغربية وباقي الدول الإفريقية والعربية. مدينة سجل ماسا كانت صلة وصل أساسية بين مختلف المراكز التجارية شمالا وجنوبا غربا وشرقا، الشيء الذي أهلها لأن تتحكم ولمدة طويلة في الحركة التجارية. اطلعت مدينة سجل ماسا المدينة الوسيطية عبر التاريخ بدور كبير جد أساسي، خاصة على مستوى العلاقات التجارية التي ربطتها بالسودان الغربي، بحيث أنها أسهمت في تجسير التواصل بين شمال المغرب وجنوبه وبلاد السودان الغربي عدا عن المشرق. لعبت مجموعة من القصور نفس الدور الذي كانت تلعبه مدينة سجل ماسا، وهنا نذكر قصر أبو عام وقصر أبو عصامت. وقد أفاد الوزان في الحديث عن هذه القصور وغيرها، خصوصا قصر المامون وغيره من القصور التي كانت لها هذه المكان المتميز على المستوى التجاري. إلى جانب التجارة عرف سجل ماسا نهضة علمية وثقافية، حيث عاش في المدينة نخبة من العلماء والفقهاء، فكانت على مر التاريخ محطة لعدد من الطلبة الوافدين عليها من إفريقيا ودول أخرى. كانت كذلك محطة علمية يعني جذبت لها كل العلماء في ذلك العصر وكل الطيارات، يعني أنها كانت مركز لتبادل الرأي والحوار والمجادلة والجدال بين كل الطيارات المتواجدة في ذلك الفترة. سجل ماسا مدينة أعطت الكثير للحضارة الإسلامية وساهمت في بناء الدولة المغربية، وهذا التراث العمراني الذي يجسد لأحداث تاريخية مرت عبر هذه المدينة يظل شاهدا على عظمة الحضارة المغربية عبر التاريخ.
من مدينة الرساني خديجة زروال عدنا الهراس للأولى. وعلى هامش الدورة 24 لجامعة مولاي علي الشريف نظم معرض للصور يعكس عمق العلاقات التي تربط المغرب بباقي الدول الإفريقية بين الماضي والحاضر. كما نظم معرض للكتاب والمنشورات تحكي بين صفحاتها عن تاريخ حافل بالأمجاد للدولة العلوية الشريفة. الوفد المشارك في أشغال الدورة 24 لجامعة مولاي علي الشريف قام بزيارة لضريح مولاي علي الشريف حيث ترحموا على روح مؤسس الدولة العلوية الشريفة. حاضرة سجل ماسا ثاني مدينة إسلامية شيدت بالغرب الإسلامي بعد مدينة القيروان بتاريخ عريق وموقع مهم في المسالك التجارية الإفريقية والصوفية. نشأتها وامتدادها في ريبورتاج محمد الوهيبي وعبد العلي عياد. للجنوب الشرق مؤهلته الطبيعية ذي التضاريس المنبسطة والأخرى الوعرة بشعابها وجبالها الشاهقة المشكلة لخزان مياه المنطقة. ينساب صبيبها لسقي السهول والحقول ويغذي الأنهار والأودية ضمنها والزيز. مجال ينسجم والمناخ الصحراوي الجاف بواحات النخيل والكتبان الرملية. فضاء اخترقته الرواحل وأضحى معبرا ومقرا للقوافل التجارية. هي سجل ماسا التي بصمت لنفسها تاريخا بنيت بالقرب من أنقاضها مدينة الرصاني إذ شيدت سنة 140 هجرية 757 ميلادية من طرف خوارج مكنس الصفرية. احنا كنتواجدوا اليوم في الواد اللي كيتسمى عندنا احنا بوان غاغا والاسم الأصيل دياله هو واد غاغا. هذه المنطقة كانت بحيرة وهذه البحيرة كانت قبل من سجل ماسا. كانت هذه البحيرة يعني جميع القوافل كانت كتوافد لها لأجل الاستمتاع والاستجمام والراحة. موقع المدينة بطبيعة الحال على اعتبار وجودها في الجنوب الشرقي تعتبر أول مدينة في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء أو في اتجاه بلاد السودان الغربي كما هو معروف على مستوى التجارة التاريخية. الأمر الثاني هي أنها أول مدينة تستقبل القوافل القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلاد السودان الغربي في اتجاه الشرق وفي اتجاه الشمال وفي اتجاه الغرب. سجل ماسا مدينة وسيطية تعاقب على حكمها المرابطون والموحدون والمرينيون. استقطبت علماء ورجال الدين والأدب ضمنهم الحسن الداخل الجد الأكبر للشرفاء العلويين الذي استقر بواحة تافيلات. زاد من إشعاع المدينة حفيده المولى علي الشريف وهما من آل البيت النبوي الشريف. هذه المدينة بحسب الأستاذ الفضيلي هي أول مدينة مغربية يدرس بها العلم الشرعي. كانت إذن قبل فاس وقبل مراكش وقبل الرباط وقبل الحواضر المغربية. هذه المدينة خرجت العديد من العلماء ويكفي أن نذكر من هؤلاء الحسن الداخل الذي جاء من الينبوع ووجد العلويين بالمغرب. نذكر أيضا حفيده المولاي علي الشريف هذا الرجل الصالح الذي كان عالما وفقيها ورمزا من رموز الوحدة بهذه المنطقة. كان رحمه الله مأوى لاحتراح المضطرين وملجأ للحائرين وأمن للخائفين وملاذ للقاصدين وقدوة للسالكين. قسم عمره رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: قسم تشطى فيه لنشر العلوم، وقسم لإعلاء كلمة الله وإحياء الرسوم، وقسم للخلوة والسر المكتوم. فهو رحمه الله من أقطاب المالكية الذين نشروا المذهب المالكي في إفريقيا وما حولها. سجل ماسا كانت قائمة أواسط القرن الثاني الهجري، عمرت ستة قرون بين 757 و54 وألف، واعتبرت من أعظم حواضر المغرب التاريخية وأشهر المدن التجارية والعلمية والثقافية. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طنطان مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخل أمس من توقيف 5 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والتجار الدولي في المخدرات. العملية
تمت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تقرير فرح سعف. بهذه المنطقة التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا تقريبا في اتجاه الشمال الشرقي لمدينة طنطان وتحديدا عند مشارف واد درعا، تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة. العملية تمت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تم العثور بحوزتهم على سلاحين نوع كلاشنيكوف وثلاث خزانات تضم 48 رصاصة وبندقيتين للصيد، بداخلها أو محشوة بثمانية أعيرة نارية وثلاثة دراجات من كبير من الحجم الكبير مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى صفائح معدنية خاصة بالسيارات، أربع منها مسجلة في إحدى دول الخليج العربي، علاوة على مصباح كهربائي. هذه العملية النوعية جاءت في أعقاب ضبط شقيق أحد الموقوفين بمدينة طنطان والذي كان مبحوثا عنه من أجل محاولة القتل العمد، وللاشتباه في حيازته أسلحة نارية خطيرة سلمها لباقي الموقوفين في القضية بعدما حصل عليها بتواطؤ مع عناصر في جبهة البوليساريو. الأبحاث الأولية المنجزة في أعقاب ضبط هذا المدينة بالأمر قادت إلى أن سلاحي الكلاشينكوف وذخيرتهما الحية المحجوزة في إطار هذه القضية كما سبق الذكر تم الحصول عليها بتواطؤ مع عناصر في جبهة البوليساريو. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية ورصد امتداداتها وتقاطعاتها المحتملة مع شبكات الإجرام المنظم بمنطقة الساحل والصحراء. وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة من توقيف 11 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أحدهم قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية المهربة. وينضم إلينا اللحظة ياسر العمراني ضمن هذه الإطلالة اليومية على الشأن الاقتصادي. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا. إذا نبدأ من الكوت ديفوار. بالفعل رضا، انطلقت بالكوت ديفوار فعاليات المعرض الدولي للفلاحة والموارد الحيوانية في دورته الخامسة، معرض يشارك فيه المغرب للمرة الثالثة على التوالي. دورة هذه السنة تتمحور حول موضوع الفلاحة الذكية والإبداعات التقنية. في المتابعة وفاء اليعقوبي. افتتحت اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الفلاحة والموارد الحيوانية بالعاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، وذلك بحضور نائب رئيس دولة الكوت ديفوار السيد دانييل كابلان وما يقارب 19 وزيرا إفريقيا. إفريقيا تشكل وجهة أساسية بالنسبة للمغرب على صعيد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، فصادراتنا نحو إفريقيا تفوق مئات الآلاف الأطنان سنويا. المعرض الفلاحي الإيفواري الذي يمتد على مساحة 12 هكتارا فرصة بالنسبة للفاعلين المغاربة في قطاع الفلاحة ونظرائهم الإيفواريين لبحث مختلف الفرص للتعاون في هذا القطاع الذي يحظى بالأولوية بالنسبة لكلا البلدين. جئنا إلى الكوت ديفوار للمشاركة في هذا المعرض والبحث عن موطئ قدم لتسويق منتوجاتنا الفلاحية سواء هنا بالكوت ديفوار أو بباقي الدول المجاورة.
لدينا تجربة رائدة في مجال السمك المجمد والمصبر. نسعى من خلال مشاركتنا في هذا المعرض إلى التعريف بالمنتوج واقتحام هذه السوق بعلب السردين وسمك الماكرو. نحن ننتج كل ما يتعلق بالمعجنات كالمعكرونة والكسكس والسميد ومنتجات أخرى. في البداية كنا نصدر منتوجاتنا إلى أوروبا والشرق الأوسط، ومؤخرا قررنا التوجه إلى السوق الإفريقية. وعلى هامش معرض الفلاحة والموارد الحيوانية الإيفواري، تسلم السيد عزيز أخنوش وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري، وهو أعلى تشريف تمنحه الدولة الإيفوارية في المجال الفلاحي. في المجال الفلاحي دائما احتضنت مدينة أيت ملول يوما دراسيا حول التأمين الفلاحي، قطاع يعد وسيلة للرفع من مردودية الإنتاج والتصدير الفلاحي. تفاصيل أكثر رفقة حجب تمك ونور الدين صابر. منتوج الطماطم يجعل جهة سوس مس تحتل الصدارة وطنيا من حيث الإنتاج والتصدير، إذ تصل نسبة الإنتاج إلى 97%، وهو ما يطرح أهمية تأمين هذه السلسلة الإنتاجية من مختلف الكوارث الطبيعية. غادي يستفدوا الأعضاء المنخرطين في هذه الجمعية بتسعيرة منخفضة، تسعيرة منخفضة، وغادي يستفدوا من ضمانات جديدة في إطار تأمين ديال المحصول ديالهم وديال الغلة ديالهم وديال حتى ديال لي باتيمون ديالهم. وفي هذا السياق ومن أجل الرفع من مردودية إنتاج الخضر والفواكه على صعيد جهة سوس ماسة بصفة عامة، نظم هذا اليوم التحسيسي والإخباري بمدينة أيت ملول حول أهمية التأمين الفلاحي والتغطية الصحية للفلاح والأخطار المتعلقة بالصناعة الغذائية. إن العدد ديال القطاعات اللي هي كتستفز من هذا التأمين مع التعاضدية الفلاحية، واليوم بغينا باش يعني وقعوا واحد اتفاقية ديال التأمين ديال القطاع ديال الخضروات. تعريف الأهمية ديال التأمين بصفة عامة، يعني كيف ما كان النوع ديالو فالتأمين يعني كي 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 إذا وقعت لا قدر الله بعد الآفات فكيمكن له يعوض يعني الناس من الخسائر الناجمة عن هاد عن تلك الآفات. وخلال هذا اللقاء التحسيسي تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة التأمينية. في القطاع المالي قام المغرب بإصدار سندات في السوق المالية الدولية لمبلغ 1 مليار يورو أجل 12 سنة مع هامش للمخاطر نهز 139 نقطة أساس أي 1.5% كسعر فائدة. في خبر آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط في عرضها للنتائج الأولية لبحثها الوطني حول المقاولات برسم سنة 2019 أن مقاولة واحدة من كل 5 مقاولات بالمغرب تلجأ للتمويل الخارجي الذي تشكل فيه القروض البنكية نسبة 93%. أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 11.76% خلال 10 أشهر الأولى من السنة الحالية. وأوضح المكتب أن 21,021,952 مسافرا عبروا مختلف البنيات المطارية بالمملكة. في الخبر الاقتصادي الدولي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في فرانكفورت أنه يتعين على منطقة اليورو تعزيز الطلب المحلي، وأضافت في خطاب لها أنه يجب أن تكون ثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم مفتوحة وتثق في نفسها. في ظل الخلافات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الصيني أن بلاده
ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع واشنطن، لكنها تخشى المواجهة إذا اندلعت أي حرب تجارية. وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن بكين لم تقدم تنازلات كافية حتى الآن تسمح بالتوصل إلى اتفاق. في آخر تداولات هذا الأسبوع نتابع النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء، وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. بهذه النسبة إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم، ونعود الآن إلى رضا. شكرا لك ياسر. المغرب ضيف شرف ليلة الاقتصاد بفالنسيا الإسبانية، موعد شكل فرصة للتعريف بالجاذبية الاقتصادية للمملكة ومؤهلاتها العديدة. عبد الحميد جبران وفاد كالي. إسبانيا أول شريك اقتصادي للمغرب، وبالنسبة لإقليم فالنسيا تعتبر المملكة أول وجهة إفريقية لصادراته، وهو ما يفسر اختيار المغرب كضيف شرف ليلة الاقتصاد المنظمة من طرف غرفة التجارة بإقليم فالنسيا، حدث شكل مناسبة للتعريف بالجاذبية الاقتصادية والسياحية للمملكة. هذا النشاط يدخل في إطار الزيارات التي تهم مختلف الأقاليم الإسبانية للقاء الجالية المغربية والترويج أكثر لصورة المغرب، وإقليم فالنسيا يشهد حضورا مغربيا مهما وتربطه ببلدنا علاقات متينة. جينا باش نتلقوا مع هاد الفاعلين الاقتصاديين، كنعرفوا لهم بالمعطيات الاقتصادية اللي عندنا في البلاد، وفي نفس الوقت كنا نعرفوا بالمنتوج السياحي ديالنا، يعني كان واحد اللقاء جد هام. التبادل التجاري بين المغرب وإقليم فالنسيا تساهم فيه أكثر من 6,000 مقاولة تقوم بتعاملات تجارية بين الجانبين، وهو ما يعكس أهمية المغرب بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الإسبان باعتباره بوابة لإفريقيا بفضل موقعه الجغرافي، استقراره السياسي، وديناميته الاقتصادية. إنه حدث مهم، فمئات المقاولات تنشط بين المغرب وفالنسيا، والعديد منها مستقرة في المغرب بشكل دائم خصوصا في القطاع السياحي. جل سكان فالنسيا يعرفون المغرب جيدا، ونحن نسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين الإقليم والمغرب. علاقات وطيدة تربط بين المغرب وإقليم فالنسيا على المستوى التجاري، وهناك فرص عديدة لتقوية هذا التعاون بشكل أكبر، خصوصا وأننا مقبلون على عقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى بالمغرب في مطلع السنة المقبلة. حدث شهد حضور أزيد من 800 شخص يمثلون كبريات المؤسسات والمقاولات الاقتصادية بإقليم فالنسيا، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والسياحية المغربية. إنها فرصة لخلق مزيد من الإشعاع للثقافة المغربية الغنية. إذا الغيت هما
إلى الدار البيضاء، حيث نظم حفل لتوزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا يمثلون مختلف جهات الوطن. فاتحة أمغار ومصطفى ودا. الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا أضحى موعدا سنويا تخصص له هذه المؤسسة البنكية حيزا مهما ضمن أنشطتها، والهدف تشجيع تلامذة مدرستكم المنتمين إلى الفئات المعوزة على بذل المزيد من العطاء ومجهودات مهمة في مجال التحصيل الدراسي. مبادرات مؤسسة مدرستكم لحقيقة اليوم الحمد لله يمكننا نفتخر بها على المستوى الوطني. الشبكة ديال هذه المدارس هي شبكة وطنية لها انتشار في كل مناطق على المستوى القروي، والنموذج البيداغوجي هو الحمد لله النموذج اللي يمكننا نطمحوا له كاملين جميعا، لأن فيه واحد المقاربة بيداغوجية مبتكرة متعددة اللغات والانفتاح التام بالنسبة للتلاميذ. حوالي 25 تلميذ وتلميذة ينتمون إلى العالم القروي وضواحي المدن بمختلف مناطق بلادنا، جاءوا ليتوجوا بجوائز وشهادات تبرهن على النجاح الذي حققوه في بداية مسارهم الدراسي. الدعم ديال هاد لا فونداسيون حنا وصلنا لهنا وبقات متبعانا، وهذا كيفخر لنا ان بقات متبعانا، ماشي غير دوزنا الابتدائي وصافي، بقات متبعانا حتى خدينا البكالوريا ديالنا وتقدر تكون متبعانا حتى من بعد البكالوريا ان شاء الله. كنحس براسي انني يعني من دوك المحظوظين انني ديك المدرسه يعني جات قريبه ليا، يعني حتى قريت في واحد الجوده ديال الظروف، يعني موفر لك لي زورديناتور، موفر لك بزاف ديال الحوايج. مدرستكم فاتني بزاف حيت فيها بنيت اون باز اللي فادتني من بعد بزاف في الكوليج وفي الليسي. كنت كنجيب دي مويان اللي هما تري بيان ديما من البريمير كوليج ليسي. الطموح ديالي انني نولي انجينيور. طموح وتطلعات مستقبلية حول أفق زاهر لهؤلاء التلاميذ المتفوقين، وكلهم عزم وإرادة على متابعة دراستهم لبلوغ أهداف التي سطروها على الانخراط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا. توصل اللجان الدائمة بمجلس المستشارين مناقشتها للميزانية القطاعية برسم السنة المالية 2020. في المتابعة رشيديك. بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين وصل الأعضاء مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. نقاشات المستشارين دعت إلى مواصلة دعم جهود المندوبية لتقوم بأدوارها على أحسن ما يرام. طلبنا في إطار هذا الباب وهو دراسة الميزانية الفرعية إلى تحسين وضعية العاملين بهذا القطاع ومماثلتهم مع القطاعات المماثلة وخاصة القطاعات الأمني والداخلية. بدورها تدارست لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والتي تناهز 18 مليار درهم، وهي تشكل زيادة ب 14% مقارنة مع ميزانية السنة الماضية. سيتم إحداث إن شاء الله حوالي 4000 منصب شغل، لكن بطبيعة الحال كما تعرفون حجم الخصائص والانتظارات كبيرة في هذا المجال، بحيث إنه تقريبا يسجل حجم الخصائص فيما يتعلق بالموارد البشرية حوالي 75,000 يعني طبيب وممرض وتقني مهني، مما يعني أن هناك جهود تنتظر بلادنا على هذا المستوى. وبمجلس المستشارين دائما تدرست لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنية الأساسية مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. للأسبوع الأربعين على التوالي تظاهرات مناهضة للنظام تشهدها الجزائر. المحتجون رفضوا في شعاراتهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر، احتجاجات تنعكس على الحملة الانتخابية للمرشحين 15 لهذا الاستحقاق الذين يواجهون صعوبات في التحرك وعقد لقاءاتهم في ظل استمرار المظاهرات. عثر الجيش المالي أمس على جثث 13 جنديا فقدوا بعد الهجوم الذي وقع الاثنين في منطقة حدودية مع النيجر، ما يرفع حصيلة هذه العملية إلى 43 قتيلا. وذكر الجيش المالي أن القوات المالية والنيجيرية كانت تقوم بعملية مشتركة الاثنين ضد المسلحين عندما تعرضت دورية لهجوم في هذه المنطقة الحدودية.
اليوم يحيي اللبنانيون الذكرى 76 لاستقلال الجمهورية على واقع احتجاجات غير مسبوقة تعم البلاد منذ أكثر من شهر مطالبة برحيل الطبقة السياسية. إبراهيم مرزوقي. رغم الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان، فإن هذا لم يمنع الطبقة السياسية والشعبية من الاحتفال باستقلال لبنان في محطته 76، حيث أقيم الاحتفال الرسمي هذه المرة بمقر وزارة الدفاع بدل قلب العاصمة بيروت. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وجه الليلة الماضية خطابا بهذه المناسبة، دعا فيه مجددا الشارع اللبناني إلى الحوار، مضيفا أن الخلافات السياسية تقف وراء تأخر تشكيل الحكومة التي يطالب بها الشعب اللبناني. حكومة جديدة كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها، إلا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر. بدوره احتفل الشارع اللبناني بذكرى الاستقلال وسط بيروت بطريقته الخاصة، والتي تجلى فيها الإصرار على مطالبه المتعلقة بالإصلاحات التي يطالب بها منذ حوالي 5 أسابيع. هذا شيء كتير حلو، بمثل أنه المدنية هن صوت السلطة، هن صوت كل شيء. نحن هلأ عم نطالب باستقلال نظيف، وطن نعيش فيه بكرامة وبعزة. ويطالب المحتجون اللبنانيون ببدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد طرح قبل يومين إمكانية تشكيل حكومة يشارك فيها ممثلون عن الحراك الشعبي. قتل 4 متظاهرين في بغداد في خضم الاحتجاجات المتواصلة في العراق للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة تهم بالأساس الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد. مريم عفير. بالفساد والفشل في إدارة البلاد يتهم المحتجون العراقيون الطبقة السياسية بالبلاد، لذلك ما تزال الاحتجاجات هي الصورة الغالبة في المشهد العراقي، تهز أنحاء بغداد وبعض مدن جنوب العراق مطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة. اليوم لقي 4 أشخاص مصرعهم ينضفون إلى أكثر من 340 آخرين، غالبيتهم من المتظاهرين منذ بدء موجة الاحتجاجات بداية الشهر الماضي. 2 منهما قتل بالرصاص الحي، والآخرين لإصابتهما بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع. ووفق مصادر طبية فقد أصيب اليوم أيضا 68 شخصا بجروح في هذه المواجهات مع القوى الأمنية والمحتجين. مواجهات اندلعت اليوم في شارع الرشيد، أحد أبرز الأحياء الثورتية في بغداد. قامت بعدها قوات الأمن بقطع 3 جسور رئيسية تربط بين شطري العاصمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقر الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية. وخارج العاصمة تواصلت الاعتصامات والتظاهرات على نطاق واسع في مدن الجنوب مثل الكوت والحلة والنجف، كربلاء، النصيرية وأيضا الديوانية، في بادرة تعكس رفض المحتجين لخطوات السلطة السياسية في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل جمود في الحلول المطروحة لحل الأزمة السياسية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعيشها العراق، في خضم أجواء من عدم الثقة يبديها المحتجون حيال وعود الحكومة واستمرار إصراره على تغييرات جذرية في التركيبة السياسية ومكافحة الفساد. نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كولومبيا أمس في تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس الحالي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله إلى منصبه. تظاهرات أعقبتها اضطرابات أسفرت عن سقوط 3 أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين. شبكة إفريقية للمنتزهات الجيولوجية لليونسكو ترى النور بالرباط، والمناسبة الاحتفال بالدورة الثانية من اليوم الوطني للتراث الجيولوجي بالمغرب. أما موضوعه فهو التربية والتحسيس للتوعية بأهمية التراث الجيولوجي. حنان أرسلان ومحمد تونينا.
الاحتفال باليوم الوطني للتراث الجيولوجي بالمغرب فرصة لتدارس حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها لتثمين هذا التراث والحفاظ عليه. هذا مع إبراز دور التربية ومكانة دروس علوم الحياة والأرض في حماية هذا الموروث والتحسيس بأهميته لدى التلاميذ. المغرب يسعى إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي. لاحظنا تطورا في هذا الاتجاه، ونحن ندعم كشباب الحفاظ على المناطق الخضراء والمنتزهات الجيولوجية. المناسبة كانت فرصة أيضا للتدارس بين الخبراء والأكاديميين والسعي إلى إرساء منظومة شاملة لوضع أسس قانون إطار لحماية التراث وجعله رافعة للتنمية المستدامة بالجهات. نهتم بهذا التراث الجيولوجي لهذه الأهمية التاريخية، لهذه الأهمية الطبيعية، ولهذه الأهمية السياحية، ولهذه الأهمية الثقافية، وأردنا فعلا أن يكسب الشباب فكرة عن هذا التراث الجيولوجي. المغرب يعني عنده يعني تري يعني بالتراث الجيولوجي، وكيتوفر على عدة مناطق ومواقع ثرية جدا ومعروفة على الصعيد العالمي، حيث كيقولوا بأن المغرب هو جنة الجيولوج، سي لو باغادي دي جيولوج. الاحتفال باليوم الوطني للتراث الجيولوجي كان فرصة للتوقيع على الإعلان التأسيسي للشبكة الإفريقية للمنتزهات اليونسكو الجيولوجية بين منتزه غون، وهو أول منتزه جيولوجي مغربي وإفريقي يحصل على علامة اليونسكو، ومنتزه لينغاي التنزاني ثاني منتزه إفريقي يحصل على هذه العلامة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروع منتزه جيولوجي جديد بجبل سروة بإقليم ورزازات، مع إطلاق إعلان الرباط للشباب من أجل التراث الجيولوجي. مجموعة بريد المغرب تفتتح متحفا وسط مدينة الرباط، وفيه تعرض عددا من الطوابع البريدية التي تختزل تاريخ المغرب. سفر عبر الذاكرة الوطنية يأخذنا إليه روبورتاج سكين الإدريسي ومحمد تونينا. أزيد من 600 منتج من الطوابع البريدية وتحف أخرى لها علاقة بتاريخ البلد تعرض اليوم في متحف بريد المغرب في مساحة تزيد عن 700 متر مربع. متحف يضم مرافق متعددة عبرها يعاد كتابة تاريخ بريد المغرب. نجد في المعرض عدة فضاءات تحكي عن تاريخ المغرب، من ضمنها قصة بريد المغرب منذ نشأته عام 1892. هنا نجد أكثر من 600 منتج، وهناك فضاءات أخرى مزودة بآليات رقمية مخصصة للشباب والأطفال الذين سيتمكنون من إطلاق العنان لخيالهم من أجل الإبداع. أنا سعيد اليوم بافتتاح هذا المتحف والذي يأتي ليكمل ما أسميه الجولة بمدينة الرباط، عاصمة الثقافة ومدينة الأنوار. تعلمون أنه أينما وجد المهتمون بجمع الطوابع البريدية هناك دائما ذلك الشيء الرائع والمتمثل في الصورة الأولى التي تحملها الرسائل، وهي غالبا رسائل البهجة والأخبار السارة عن الناس، وهو نفس المعنى الذي يحمله هذا المتحف الذي يكمل مسار الرباط. خلال الاحتفاء بافتتاح المتحف تم تكريم الأخضر غيلان، رجل اهتم دائما بجمع الطوابع البريدية وتمكن من تجميع قطع نادرة منها. اليوم فرحته لا تعرف حدود. تكريم لمسار طويل ديال واحد الهواية اللي خططت لها، وبدأت شوية تصدفة لعبت دورها، الحمد لله فرحان وفرحان كثير. بريد المغرب بهذه المناسبة يقدم مجموعة مهمة من الطوابع البريدية الصادرة منذ عام 1999، كما قام بإصدار ورقة تذكارية مكونة من 6 طوابع بريدية بنفس تصميم الطوابع البريدية المغربية الأولى الصادرة سنة 1912.
وعشية الكلاسيكو ندوة صحفية عقدت اليوم في الدار البيضاء لتسليط الضوء على استعدادات الفريقين لهذه المباراة المهمة. خالد أزدون. بعد نهاية المشهد الأول من ديربي العرب بلا غالب ولا مغلوب، بدأ العبد العكسي للمشهد الختامي لهذا الدور بين الغريمين. بين الذهاب والإياب تغيرت أمور جوهرية للخضر، فكان جمال السلامي أمن وضع يفرض عليه العبور بالرجاء إلى بر الأمان عبر بوابة أبطال العرب. حاولنا لا نحضروا لاعبين من ناحية نفسية، ثم لنا غنواجهوا خصم اللي تنعرفوه تعرفنا، مباراة قوية، مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا. لاعبين الحمد لله كلهم حاضرين، نتمنى إن شاء الله التوفيق للاعبين غدا مع نهاية المباراة أننا نكون متأهلين. بينما يدخل الوداد المواجهة بأفضلية تعادل إيجابي خارج الأرض، لم يختلف الأمر كثيرا عن الذهاب من ناحية الغيابات، حيث يدخل منقوصا من وليد الكرتي ويحيى جبران وصلاح الدين السعيدي. الحمر يدخلون اللقاء دون اعتبار لنتيجة الذهاب. المقابلة ديال غدا إن شاء الله غادي ندخلوا لها إلا وعايزين باش نحققوا فيها نتيجة إيجابية وباش نفوزوا. ما ممكن واحد لواحد تبقى نتيجة ملغومة. المنتخب ديالنا غدا إن شاء الله هو أننا نركزوا خلال 90 دقيقة إن شاء الله باش نحققوا المنتخب ديال المكونات فريق الوداد، هو أننا ندوزوا للدور الموالي إن شاء الله بحول الله. دخل الفريقان مرحلة الحسم، حسم أول ديربي بنكهة عربية لأول مرة خارج إطار الدوري والكأس المحلي. من 29 نوفمبر إلى فاتح دجنبر تحتضن مدينة مراكش منافسات الكأس الدولية لكرة القدم السباعية. المتنافسون أزيد من 500 يمثلون عالم المقاولات. أمين هناوي وأحمد حمري. المدينة الحمراء مراكش ستكون على موعد مع حدث رياضي دولي يتمثل في الكأس الدولية لكرة القدم السباعية بمشاركة أزيد من 500 لاعب و40 فريقا من مختلف الدول. منافسة كروية تهدف لتشجيع الممارسة الرياضية داخل المقاولات وخلق أجواء احترافية بين جميع الفرق المشاركة. كنعيش اللعبة في واحد الجو احترافي من الجمعة لحد كيدخلوا تدخل بحال اللي غيدخلوا كونسونطراسيون بحال المنتخب، وغادي تعرفوا حتى بالنسبه للكره كاين الكره الاوروبيه اللي غادي تخلط مع الكره المغربيه ومع الكره الافريقيه، وهذا الشيء كله كيعطي واحد جو ممتاز. العاصمه الاقتصاديه احتضنت قرعه هذا الحدث الرياضي الدولي الذي ستستضيفه المملكه للسنه الثالثه على التوالي بحضور نجوم كره القدم المغربيه والافريقيه. انه حدث رياضي عالمي بنكهه كرويه افريقيه، هدفه تشجيع اللاعبين الهواة العاملين بمختلف المقاولات على ممارسه كره القدم في اجواء احترافيه. كما تهدف هذه الكاس الدوليه كرة القدم السباعية إلى إبراز المؤهلات الرياضية والسياحية التي تزخر بها المملكة وقدرتها على احتضان أبرز الأحداث الكروية العالمية. إلى التذكير بالعناوين. بمراكش تأكيد متجدد على الالتزام القوي للمغرب للنهوض بأوضاع الطفولة واستحضار لمكانة الأطفال في النموذج التنموي الجديد. سجل ماسا والبعض الإفريقي للمغرب عبر التاريخ محور أشغال الدورة 24 لجامعة مولى علي الشريف التي انطلقت بالرصان. عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طنطان مدعومة بفرقة الجهوية للتدخل تتمكن أمس من توقيف 5 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات. معرض الفلاحة والموارد الحيوانية بأبيجان اهتمام خاص بالمغرب وبالقطاع الفلاحي. المغرب يشارك في هذه التظاهرة للسنة الثالثة على التوالي. نستودعكم الله.